مشاهدينا السلام عليكم. هل حدث فعلا الركود الاقتصادي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد؟ لقد انضم مؤخرا مصرف بنك أوف أمريكا إلى قائمة المصارف الكبرى التي توقعت حدوث الركود الاقتصادي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد مزيدا من التراجع والصدمات خلال الأشهر المقبلة، لكن هناك آمالا بأن ينتعش بعد ذلك تدريجيا. إن هذا الفيروس الذي أصاب نحو مليون شخص حول العالم وقتل منهم الآلاف أدى إلى تسريح الآلاف من العمال، واضطر آخرون للعمل من المنازل، وتراجعت بورصات العالم. ومن بينها بورصة وول ستريت التي سجل مؤشرها قبل أيام أسوأ جلسة منذ عام 1987. أسبارو جرادو الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية السفير الأمريكية قال إن الاقتصاد الأمريكي تكبد خسائر بلغت 800 مليار دولار حتى الآن، منها 355 مليار في مجال صناعة السيارات وحدها. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إن العالم في حالة حرب مع الفيروس، وحذر أيضا من أن الركود العالمي ربما بأبعاد قياسية شبه مؤكدة. وقال غوتريش أيضا إن هذه اللحظة تتطلب إجراءات سياسية منسقة وحاسمة ومبتكرة من بين الاقتصاديات الرائدة في العالم. يجب أن ندرك أن البلدان الأكثر فقرا والفئات الأكثر ضعفا وخاصة النساء ستكون الأكثر تضررا. وأشار أيضا إلى أن هذا الوضع غير مسبوق ويتطلب الإبداع، ويجب أن يتناسب حجم الاستجابة مع حجمه. وقال غوتريش إن كوفيد-19 يقتل الناس ويهاجم الاقتصاد الحقيقي في جوهره، التجارة وسلاسل التوريد والشركات والوظائف، بلدانا ومدن مغلقة بأكملها، الحدود تغلق، الشركات تكافح من أجل البقاء في العمل، وعائلات تكافح ببساطة من أجل البقاء واقفة على قدميها. ومن جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية في بنك أوف أمريكا ميشا ماير في بيان الخميس إن الركود الاقتصادي حدث بالفعل في الولايات المتحدة، وتوقعت ثلاثة شهور قاسية قادمة. البنك توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي 12% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن كان قد زاد ب 0.5% خلال تلك الفترة من العام الماضي، وأضافت أنه سيتم فقدان وظائف وستدمر ثروات وسوف تنخفض الثقة، مشيرة إلى أن نحو 3 ملايين عامل سيفقدون وظائفهم خلال هذه الأشهر الثلاث. كما توقعت الخبيرة أيضا أنه سيرتفع معدل البطالة إلى 6.4% بحلول يوليو، أي ضعف المعدل الذي تم تسجيله في فبراير وبلغ 3.5%، لكن البنك توقع أن يسترد الاقتصاد عافيته بدءا من أفريل ثم يعود النمو ببطء بعد ذلك، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للعام برمته سيشهد تراجعا بنسبة 0.8%. قالت ماير سيأتي الخلاص إذا كانت هناك استجابة سياسية قوية لتعويض فقدان النشاط الاقتصادي ولضمان نظام مالي سليم. وقالت إنه رغم أن الأضرار ستكون كبيرة، إلا أنها ستكون قصيرة الأجل.
وتحدث مصرفا جولدمان ساك ومورغان ستانلي عن ركود عالمي بسبب الفيروس، وما يغذي حدوث هذا الركود هو تفشي الفيروس في أوروبا والولايات المتحدة والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الصيني، وذلك بحسب تقرير لموقع فورتشن حول الموضوع. مورغان ستانلي توقع أن يتراجع النمو بـ 0.9% هذا العام، بينما توقع جولدمان سايكس انخفاضه بمعدل 1.25%، وتوقع خبراء الاقتصاد لدى مورغان ستانلي استجابة سياسية للأزمة، لكنهم أكدوا أن تداعيات كورونا ستؤدي إلى صدمة مادية للاقتصاد العالمي، كما أن المصرفان أيضا توقع انتعاشا اقتصاديا في النصف الثاني من العام الجاري. شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو اتركوا لنا تعليقا، وشكرا.